اهلا وسهلا فيكم بنات، واهلا وسهلا على قناة سيفورا. انا لميا ميك اب ارتست من سيفورا. اليوم رح فرجيكم كيف حصلنا على هذا اللوك مع الموديل تبعي بسعر كتير معقول باستخدام بوكس حصري لسيفورا بشهر ديسمبر. خليكم متابعونا لحتى تشوفوا كيف، وعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لحتى يوصلكم كل جديد من قناة سيفورا. اوكي بنات، اليوم جايبت لكم بوكس معي كتير حلو رح تحبوه ان شاء الله، هو سيفورا فيفورتس. هاي البوكس فيه البرودكتس اللي انتو اخترتوها واللي انتو بتحبوها بالعادة. فيه برونزر من بنفيت، بيجي معه فول سايز ايلاشز من هدى بيوتي، بلاش من تارت، فول سايز سيفورا كولكشن ماسكارا، وفي الفول سايز ليبستيك يلي هو المات من هدى بيوتي. رح فرجيكم كيف فينا نعمل لوك باختيار هدول البرودكتس. اول شيء رح استخدمه يلي هو البرونزر من بنفيت. هذا البرونزر كتير مناسب لاي لون بشره. رح استخدم برش نمبر 49 من سيفورا كولكشن. رح اخذ شوي من البرودكت وشيل الباقي، ورح مشي البرودكت تحت خده بشوي، ورح اعمل بلند لفوق. قبل ما نبلش الفيديو طبعا انا جهزت الموديل تبعي وحطيت له الفونديشن والكونسيلر. خط الدقن احسن انك تعملي بلند لتحت لحتى يبين طبيعي اكثر ويمتزج مع البشره، مشان ما يبين انك حاطه برونزر. بعد ما حطينا البرونزر وعطيناها السان كيست لوك، هلا رح استخدم البلاش اللي هو من تارت. رح اخذ معه الفرشه اللي هي من سيفورا كولكشن، فرشه 59. رح احط بطريقه خفيفه وكثير طبيعيه. طبعا انتو عم تحطي البلاش فيكي تضحكي شوي لحتى تشوفي وين فيكي تحطي او المكان الصحيح للبلاش. البرودكت اللي بعده اللي رح نستخدمه هي باليت الجديدة تبع هدى بيوتي، كتير حلوة طبعا الباليت، فيها كل الالوان يلي انتو ممكن تخطر عبالكم. فرح فرجيكم كيف فيني استخدمها لحتى نحصل على لوك حفلة او مناسبة معينة. اول شي رح نروح على هذا اللون الخفيف، هو مثل لون بيج، لحتى نثبت عيونه. ورح احطه على العين كامله. بعد هيك رح استخدم اللون اللي هو هوت مس، ورح احطه على الاوتر كورنر تبع عينه او النهايه عند العين. بعد هيك رح استخدم سيفورا كولكشن 27 للبلندنج. رح استخدم رون وردي، افتح شوي من هذا اللون اللي حطيناه لحتى اعمل له بلند. رح اعمل نفس الشيء باللون الوردي على الجهه الثانيه. هلا رح استخدم لون بيتش شوي لحتى يبين اللون اكثر عندي، ورح احطه فوق اللون الوردي اللي انا حطيته واعمل له بلند. بعد ما عملنا بلند للاي شادو اللي على عيونه، رح استخدم جولدن شيد يلي هو حنستخدمه من اول العين للنص. رح استخدم شيد فريزلت، رح اخده ببرش نمبر 15، رح احطه من بدايه العين للنص. عند النص رح اوقف. بعد ما خلصنا حطينا الشيد على عينه مثل ما انتم شايفين، رح استخدم كمان، هو فيك تقولوا انه هو جولد بس شوي بيرل اكثر، هو اسمه جالكسي من نفس الباليت، برش نمبر 15، ورح احطه بالانر كورنر او بالزاويه اللي جوا عينه لحتى يعطيني اضاءه اكثر. بعد هيك رح استخدم الستب الاخير اللي هو طبعا باستخدام الاي شادو. رح استخدم برش نمبر 18 من سيفورا، رح استخدمها لحتى احدد لللاش لاين يلي تحت العين، قريب كثير على الرموش. نفس اللون اللي استخدمناه اول شيء هوت مس، رح احاول قد ما فيني اني اقرب على خط الرموش. بعد هيك رح استخدم لون يكون شوي افتح
لحتى نكسهم أو نخلطهم مع بعض. رح أستخدم لون أوف بالانس، رح أخده من جوا العين لعند اللون اللي حطيناه، رح خلطهم مع بعض. طبعاً عملية الدمج رح تطلع لون كتير حلو، كمان شوي على الجهة الثانية نفس اللون. نفس ما انتم شايفين بهالطريقة بنكون حددنا اللاش لاين وخلصنا. بعد ما حددنا للخط اللاش رح استخدم سيفورا كولكشن اي لاينر. اول شيء لللاينر رح استخدم من اخر العين، رح اعمل خط خفيف واوصله على خط الرموش. نفس الشيء على العين الثانية. خط خفيف. بعدين رح أوصله على خط الرموش. طبعاً أكثر شيء بحبه بهذا اللاينر إنه أولاً سعره كتير مناسب، ثانياً كتير سهل بالرسم، وسواده جداً رائع، ما بينزل ولا بيخطط ولا مثلا حتى لو طالعه واجا على عينك مي او شوي دمعتي ما بينزل نهائيا على البشره. هذا اكثر شيء بفضله بسيفورا لاينر. الخطوه اللي بعدها اللي راح استخدمها هي مسكرة سيفورا، وهي المسكرة هي المفضله عندي اكثر شيء، اوتريجس اكستنشن. البرش احلى شيء فيها اللي هي بتفرق الرموش وبتطولهم وبتكثفهم. رح استخدمها من تحت كمان. عن جد هي المسكرة جدا رائعة. الخطوة اللي بعدها اللي هي أهم خطوة رح فرجيكم كيف فيكم تعملوا اللوك انتنسيفاي أكثر أو حتى تخلوه لمناسبة أكثر. رح استخدم هدى بيوتي لاشز. هدول اللاشز رح يعطوكم فل لوك. رح أحط لها اللاشز وحتى أرجع لكم لحتى تشوفوا كيف طلعت اللاشز عليها. مثل ما انتم شايفين بعد ما حطينا الرموش صارت عيونها اكثر مبينه وصار الاي شادو انتنسيفاي اكثر. هلا اخر خطوه واللي هي الليبستيك. رح استخدم ليبستيك هدى بيوتي بلون بومبشل، ما بخطط الشفايف ابدا ولا بنشف، وكثير كثير خفيف على الشفايف. رح فرجيكم كيف يطلع على الموديل تبعي هلا. بهالطريقه بنكون حطينا الليبستيك. اللون طبعا كتير مناسب للميك اب، مع الرموش بيكون لوك مناسبة أكثر. وبهيك بنكون خلصنا اللوك لليوم وبسعر كتير معقول مثل ما قلت لكم. اعملوا اشتراك للقناة لحتى يوصلكم كل جديد ولحتى تعرفوا أكثر عن البوكسات يلي حتكون اكسكلوزيف لكل شهر. إن شاء الله يكون عجبكم اللوك، وإذا حابين اعملوا شير للفيديو مع رفقاتكم والناس اللي بتحبوها، واكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالفيديو. شكرا كتير، باي باي. سيفورا.